وبالمناسبه برضو امبارح كان في منافسات توج المنتخب الوطني الخماسي الحديث بذهبيه، يعني تتابع السيدات في منافسات بطوله العالم للخماسي، وجاء التتويج ده او تتويج منتخب مصر ده عقب حصول يعني ثنائي الفريق، وعندنا اسمين اكثر من رائعين يا جماعه، هايدي عادل واميره انديل. يعني على كم نقطه بقى للبنتين؟ على 1298 نقطه، حاجه فعلا 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 مشرفه وبدايه كده حلوه زي ما بيتقال. أنا حابة إن احنا ناخد مزيد من التفاصيل، لأن برضو يعني حاجة كده مبشرة، ولازم نعرف كمان الاستعدادات أصلا للبطولة في الفترة المقبلة. معانا مهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث. يا باشمهندس شريف صباح الفل وألف مبروك علينا، بداية موفقة جدا. صباح النور وألف مبروك لمصر، طبعا نتيجة رائعة امبارح وامبارح، بداية موفقة زي ما حضرتك قلتي لبطولة العالم الكبار، أهم بطولة للاتحاد الدولي بعد الدورة الأوروبية طبعا، وتقام على أرض مصر من الإسكندرية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. الحقيقة يعني مجهود رائع من كل القائمين الحقيقة على البطولة، وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية، الأكاديمية، لجان الاتحاد الحقيقة والمتطوعين، يعني شغل رائع أكثر من رائع الحقيقة، ومنتخبنا طبعا بيأدي أداء يعني مبهر الحقيقة. أول يوم كان زوج الرجال أحمد أشرف واسلام حامد حققوا لنا الفضيه، بعد الزوجي الكوري الحقيقه الزوجي الكوري الحقيقه ده قوي جدا، فكان مخلص الفرد في المركز الثالث والرابع، بيحاول المركز الاول احنا الثاني والشيك الثالث. البنات كمان عملوا اداء رائع زي ما حضرتك قلتي، يعني هايدي عادل وامير عنديل ابدعوا امبارح الحقيقه، تصدروا منافسات السلاح ثم تصدروا الثلاثيه، ثم حصلوا شويه في السلاحه، ثم في الكومباين كانوا الثاني الحقيقه بعد المكسيك، انما في المجموع العام حصلت المركز الاول، مكسيك ثاني، وكوريا في المركز الثالث، ثم الصين، ثم يعني بلاد كتير الحقيقه. في اكثر من حاجه 40 دوله مشتركه في البطوله، اكثر من 500 لاعب ولاعبه مع الاستاذ البويداري، يعني الحقيقه احتفاليه كبرى في الاسكندريه. مصر الحقيقه يعني بلد كبيره جدا جدا في النقاش الحديث دلوقتي، وبقت قوه لا يستهان بها. رائع جدا. أنا عندي استفسار مش سؤال، أو حب معرفة زي ما بتقال. الخماسي الحديث في الفترة الأخيرة، ويعني هنقول في الكام سنة الأخرانيين، في طفرة كبيرة جدا، وأصبح ليهم كمان جماهيرية كبيرة جدا ومتابعين على عكس قبل كده. حتى الاتحادات بقت تركز أكتر، حتى اللعيبة بقت بتحصل على الاهتمام أكتر، لغاية لما وصلوك لميداليات بعد كده. فممكن أعرف الاختلاف ده برضو يا باشمهندس شريف، يعني حصل إزاي ونتيجة إيه وكواليس لو حضرتك برضو تطلعنا عليها؟ حضرتك عارفة إن النجاح في الرياضة ما بيجيش صدفة، بياخد وقت الحقيقه. صحيح. الاستقرار هو اهم عوامل النجاح، استقرار مجلس الاداره، استقرار المدربين واللاعبين، توفير الماديات المطلوبه من الدوله الحقيقه ومن الرعاه الحقيقه، بشكرهم جدا 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 على وقفتهم معانا. كل ده بيؤدي ان احنا نعرف نعمل البرامج اللي احنا عايزينها بشكل كويس. يمكن احنا بدانا من 2012 برنامج يعني مكثف جدا في كل حاجه حضرتك بتتكلم في الرياضه، كويس، من لايف كوتشنج، من نيوتريشن، من سبلمنت، من ريكفري، كل حاجه حضرتك بتتكلمها احنا بنحاول نوفرها للاعبتنا ومنتخبنا. ده طبعا يؤدي الى نجاح في النهايه. من 2017 بطوله العالم 2017 الى يومنا هذا ما فيش بطوله عالم كبار ولا ناشئين ولا شباب الا منتخب مصر موجود على منصه التتويج، وعلى الاقل مره واحده بالظبط الرجال فات السيدات. والميزه ان مصر دلوقتي صاحبه اكبر قاعده للاعبي الخماسي الحديث في العالم، يعني اكثر من الصين واكثر من كوريا واكثر من المانيا وفرنسا وايطاليا، فده الحقيقه خد وقت وخد مجهود طبعا، ويمكن احنا المنافسه الداخليه عندنا بالنسبه لمنتخبنا تبقى اصعب من البطوله نفسها، لان حضرتك عارفه ان كل دوله بقى ليها اربع لاعبين بس بيلعبوا، اربع لاعبات، ودلوقتي بقى لينا اثنين لعيبه فقط في مرحلة الولاد والبنات لو تأهلوا، يعني احنا نتأهل بأكثر من هذا العدد ونضطر نختار من هو الأفضل الذي يعني بجد حاجه مفرحه وكلام بيسعدنا كلنا كمصريين حقيقي. باشمهندس شريف بالتوفيق باذن الله في الخطوات اللي جايه في البطوله الحاليه، بس بدايتها مسك، انا مش هقول نهايتها مسك او ختامها مسك، بدايتها مسك، فبالتوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه. بشكر حضرتك جدا.